فيجب أن تكون حذر وتعلم خطورة هذه الأمور وما يحدث ما وراء الكواليس في هذه الحملة العالمية للهجمة على البشرية. دعوة بأنه أنت مش ذكر وأنثى، بس في 60 أو 70 أو 80 قالب أنه أنت ممكن تختاره في بعض الشركات. عشان أفتح معاك موضوع خطير جدا، الهوية الجنسية والتلاعب العالمي في الهوية الجنسية والجندر. خليك معانا حتى توعى وصير عندك الوعي على ما يحدث في العالم وهذه الهجمة الشرسة على البشرية. وإذا عجبك الموضوع لا تنسى تحط لي لايك وكومنت حتى تدعم هذه القناة. جدا مهم حتى تقدر تحمي أولادك الحاليين أو المستقبليين من التلاعب في الهوية الجندرية أو قضية النوع الاجتماعي. ضروري جدا تحضر هذه الحلقة لأنه خطيرة جدا جدا جدا. بعرفش إن أنت واعي على اللي بيصير وشايف اللي بيصير، إنه في هناك حملة شرسة جدا 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 على نشر الهوية الجنسية والانفتاح والحرية في الهوية الجندرية، خاصة في بريطانيا وأمريكا، وعمليا بيعملوا على نشرها في العالم أجمع. صار في آخر سنتين قنبلة اسمها الدعوة للحرية الجنسية والهوية الجندرية. هذه الدعوة تدعو إنه النوع الاجتماعي والهوية الجندرية مش مربوطة بالذكر أو الأنثى، بس في كتير هويات وممكن إنك تختار شخصية من هذه الشخصيات والهوية الجندرية اللي أنت بدك إياها. فيجب إنه تكون حذر وتعلم خطورة هذه الأمور وما يحدث ما وراء الكواليس في هذه الحملة العالمية للهجمة على البشرية والفطرة اللي ربنا خلقنا عليها. وهذه الحركة تحت مصطلح الاستيقاظ الثقافي، فيجب أن تكون واعي جدا 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 عليها حتى تقدر تحمي نفسك، لأنه أخذت بالانطلاق والدخول في العالم الإسلامي. وقبل ما ندخل بالعمق وما وراء الكواليس، حتى تعرف إيش الما وراء الدعوة للهوية الجندرية وليش هذه القضية بنشوها بين الأطفال العمر 5 و6 و7 و8 سنوات بالمناهج وبالإعلام وبالرسائل ضمن السوشيال ميديا، حتى أنت تكون واعي على الأحداث وما يحول حولك. واعي يعني شايف كل حركة بتدور حواليك، حوالين بيتك، حوالين مجتمعك، حوالين ابنك. وهي دعوة بأنه أنت مش ذكر وأنثى، بس في 60 أو 70 أو 80 قالب أنه أنت ممكن تختاره. في بعض شركات الطيران منع الطيار بالتحدث إلى الركاب بالسيدات والسادة، لأنه هذا المصطلح ممكن أن يكون في ناس هويتهم الجندرية غير هدول النوعين. لازم نتكلم ضمن خطاب شامل ما يحدد الهوية الجندرية في خطابه، وإنه حصر الشخص ضمن هويتين ذكر أو أنثى هذا نوع من أنواع القمع المجتمعي والقمع العائلي. هيك بيوصلوا للأولاد بأنه أنت حر باختيار هويتك الجندرية، وإنك تختار ذكر أو أنثى فقط وتحصر بهدول الخيارين، يعني هذا قمع من المجتمع لإلك ومن عائلتك. وفي بعض العائلات في أمريكا وبريطانيا أخذوا بالرحيل للحفاظ على أبنائهم والهوية الطبيعية وفطرتهم الطبيعية، فهم خايفين من برمجة أبنائهم ضمن هذه الهجمة الشرسة على فطرة الإنسان. والسؤال ليش هذه الحركة بآخر سنة أو سنتين وكانوا قنبلة انتشرت على العالم بالدعوة للحرية في الهوية الجندرية؟ ليش هذا الانفجار؟ وهذا أخذ بتصاعد شديد جدا حول العالم باختيار الهوية الجنسية الغير مرتبطة بالذكورية أو الأنوثية في العالم كله. حتى صرنا نشوف عن تضاعف خطير جدا في أمريكا في المدارس، بأنه طلاب بيدعوا أنفسهم غير الهوية الطبيعية، الهوية الجندرية الذكر والأنثى، أصبحوا يطلق على أنفسهم بهويات أخرى تحت مصطلح الحرية الجندرية. قال أحد المعلمين، إذا جاء طفل إلى المدرسة وقال أنا قطة لا يجب على أحد الاعتراض عليه، فهذه حريته الجندرية.
وإذا أنت بتعمل على تنمية ذاتك الشخصية ومش شايف الأحداث اللي بيصير حواليك حوالين أبنائك ومجتمعك وأمتك فأنت غير واعي. فعندما تنظر إذا كنت واعي الأصل تنظر إلى الأمر بشكل أوسع، إنه أنت بحرب وابنك بحرب وزوجتك بحرب، وهذه الحرب مش جديدة، الحرب قديمة، ولكن اشتدت الهجمة في هذا الوقت بالوسائل المتاحة لبرمجة المجتمع بناء على رسائل مشفرة بالإعلام وبالأدوات الإخبارية والقنوات الإخبارية والسوشال ميديا والرسائل بالمنهجية وفي المدارس وضمن المناهج المدرسية. هذه عبارة عن رسائل مشفرة وضغط على المجتمع حتى يتقبل ويلاقي إنه هذا الأمر شيء طبيعي. فهذه هجمة ورسائل مشفرة بجميع الأدوات إلك ولابنك ولزوجتك ولمجتمعك ولكل شخص على وجه الأرض، وخاصة بالسنوات الأخيرة أو عشرات السنين الأخيرة، لأن الأرض سيطر عليها الطغاة والحكام الرويبضات وما وراهم الدول الغربية الكافرة، فهم مسيطرين على كل مفاصل الحياة، فيعملون على برمجة أو السيطرة على العقل المدبر للحياة أو السيطرة على الحياة بشكل أدق للسيطرة عليها بناء على رسائل مشفرة بالإعلام وبالقنوات الإخبارية وبالسوشال ميديا وفي كل جانب من جوانب الحياة حتى في المناهج المدرسية. هذا الضغط وهذا الأمر هي عبارة عن برمجة للمجتمع وأمر مخطط لإله ورسم الطريق لأطفالنا وأبنائنا بالتوجه اللي هم بدهم إياه، وبيستغلوا إنه الطفل أو الولد عندما يصير في سن المراهقة بيصير عنده بذرة التمرد والحرية، إنه ما بده يتقيد بأوامر والديه أبوه أمه. فهذا الوقت اللي بيستغلوا لأنه في بذرة تمرد عند هذا الولد إنه أنت حر، وهذه الحرية بيطلقوا له إياها وبعدين بيبينوا له بأنه الجندرية والهوية الجندرية هي حريتك، والقمع اللي بيمارسوه عليه والديك والعائلة والمجتمع هو قمع لإلك، فأنت اختار الجندرية أو الهوية الجندرية حسب ما أنت بدك. فهذا الوقت للولد اللي في وقت المراهقة اللي عنده التمرد أو الإحساس بالتمرد على والديه وأوامرهم، فهم بيستغلوا هذه باسم الحرية وبوجهوه حسب ما بدهم بناء على المناهج المدرسية بناء على السوشال ميديا بناء على الأدوات الإعلامية والتلفزيونية. وهذه الأنظمة الطاغوتية تحت إيديها الإعلام وتحت إيديها الصحة وتحت إيديها المناهج التعليم وتحت بيعملوا على هيكلة الرأي العام بناء على رؤيتهم، إذا كل المفاصل المهمة في الحياة للسيطرة على الحياة، فهم بيوجهوك كما هم يريدون، كما كان قبل سنتين أو ثلاثة في أزمة الصحة كيف فرضوا على الناس بصفتهم هم العاقل المدبر للحياة بناء على وصفهم لأنفسهم إنه إحنا منسير الناس كما نريد. فإنت تشعر إنه هذا الصحيح بناء على كثرة الرسائل والضغط الإعلامي على المجتمع، فبتبرمج المجتمع. وأنا بتكلم لك على هذه الأمور حتى تكون إنت واعي، أنا ما بتكلم لك هذه الأمور حتى أخوفك وتصير أنت خايف، أنا قاعد ببنبهك وبزيد عندك الوعي حتى تصير واعي على ما يحدث حواليك، حتى تصير في وعي على مناهج التعليم اللي تدرس لابنك، حتى تصير أنت عندك وعي على المجتمع وعلى الأدوات والوسائل الإعلامية إيش عمالها بتبث. وإحنا شفنا في آخر فترة الإعلام كيف ببث المسلسلات بدراسة ومنهجية محددة ترى فيها رسائل للتمرد على الإسلام، للتمرد على الفطرة البشرية، حتى تشوف الأمور بعينيك التنتين وتعرف إيش بدور حواليك حتى تتعامل مع هذه الأمور بقوة من مصدر قوة مش من ضعف، وتلاقي الأمور بتمشي وما أنت داري وين رايح، لا أنت ولا أولادك ولا بيتك. وإذا أنت مش مصدق في القوة الطاغوتية اللي بتشتغل هذا الشغل رايح تصل ليوم وتصدق لما يصل الأمر لإلك ولبيتك. ومن الغباء إنك أنت تفكر إنك عايش في حياة جميلة، إنك تعيش في حياة كلها فراشات وكلها أمل، ولكن راح يجي يوم إنك تصل فيه تصدق إن هناك ناس كانوا يمكروا فيك وفي ابنك وفي زوجتك وفي بيتك. فأنا عمالي بتكلم هذا الكلام حتى تكون أنت واعي على الأحداث وما يدور حولك بهذه الحياة.
طبعا هذه القوى الطاغوتية المكونة في الأمم المتحدة لمسيطرة على كل مفاصل الحياة، الإعلام، الصحة، الغذاء، التعليم، الدول. هذه السيطرة هي بتعمل على السيطرة على هذه الأمور حتى تبرمج المجتمع بناء ما هي بدها. إذا أنت ما بدك تمنع من السفر، أنت ما بدك تمشي بناء على هذه القوانين، تمنع من أبسط الحياة، من أبسط شيء، حتى التعليم تمنع منه. فبتضطر أنك تسير، لأنه هم مسيطرين على هذه المفاصل في هذه الحياة. هم بيعتبروا نفسهم هم العقل المدبر لهذه الحياة، فهم بيعملوا على برمجتك. إذا ما كان باختيارك راح يكون جبرا عنك. مثلا بيسيطروا على الإعلام، يعني هذا لازم يسيطروا على كل أداة إعلامية؟ لا، هم بيسيطروا على القنوات المغذية للإعلام الرئيسية. فعندما يصير في هذا الترند، في هذا الأمر عند القنوات الإعلامية الرئيسية، اوتوماتيكيا الوسائل الإعلام الصغيرة بدها تلحقها، خوف التمويل ينقطع عنها. فبتلاقي مجرد هذه القوى اللي مسيطرة على الإعلام هي بتعمل على صناعة الرأي العام وإيجاد هذه القضية، قضية الهوية الجندرية، إنه أمر طبيعي ومطلب بشري. حتى بيسموا لك هذه الأمور بالمجتمع كذا والمجتمع كذا ومجتمع الميم، حتى يقولوا لك إنه الأمر مش أمر واحد أو شغلة مرضية، إنما القضية هي أمر يعني عنده بشر كتير في هذا الأمر، وهم عبارة عن مجتمع، فلازم نعترف فيهم وندعمهم ونفتح أبواب الحرية للهوية الجندرية. فالآن يعني يحكوا لشركات الطيران، للمطاعم، ممنوع أنك تخاطب شيء بهوية جنسية محددة، سيدة وسيد، رجل وامرأة، يمنع من هذا الخطاب. لازم يخاطب بهوية أو بنقاش أو بخطاب موجه عام. فهذه الأمور توماتيكياً هذه الشركات بدها تتبع هذا المخطط لرسم لإلها، لأنها بدها تخسر الأموال، فبتضطر تمشي ضمن خط مرسوم. فعندما تلاقي المطعم، تلاقي شركة الطيران، تلاقي الإعلام، السوشيال ميديا، هذه كلها الأمور اللي سيطروا عليها ضمن مفاصل الحياة فرضت على المجتمع. فهذه العملية تؤدي إلى برمجة المجتمع بشكل تدريجي، فبصير الأمور مقبولة. فالأصل إنه إحنا ندرك هذه الأمور ويكون عندنا وعي على كل حركة بتحدث في حياتنا. وهذه القوى حتى تقدر تسيطر على البشر، اللي بيقويهم على البشرية الوحدة. عشان نفهم اللي قبل سنتين ايش اللي صار في منع التواصل بين الناس، حتى ترتبط في وسائل الاتصال كل واحد لوحده، فبيعمل على عملية برمجة دقيقة بناء على رسائل محددة إعلاميا. عشان ندرك القضية، قضية الوحدة هي كانت من أخطر المخططات لتوصيل البشرية وبرمجة المجتمعات. وبعد هذه البرمجة، لما تلاقي أي واحد بصير يخالف هذه الشغلات اللي فرضت إعلامياً في السوشيال ميديا وغيرها، بتلاقي صار منبوذ، وينظر إلى المجتمع بأنه هذا منبوذ وهذا الخطأ، لأنه المجتمع برمج بهذه الطريقة بناء على الرسائل اللي قلنا عنها مشفرة. كان أخطر مرحلة هي بلشوا بالهجمة في الحرية الجندرية للأطفال، لأنه الأطفال هم سهل برمجتهم بناء على مناهج التعليم، بناء على السوشيال ميديا والتلفونات اللي بين ايديهم، بناء على التلفزيون. هذا الطفل عمالهم قاعدين بيبنوا فيه هم بناء مخطط ضمن استراتيجية محددة، وبيزرعوا فيه انك انت حر، وانك الهوية الجندرية عندك 70 أو 80 قالب ممكن انك تكون فيه. طبعا هم بيصيروا ينقوا امر معين في قبول عند العامة، قضية الحرية، وبعدين دخلوا الحرية الجندرية، وبلشوا في مناهج التعليم، وبلشوا بإرسال الرسالة عن طريق وسائل السوشيال ميديا، بلشوا بإيصال الرسالة عن طريق الإعلام، وبلشوا سموا الهوية الجندرية هي حرية، حتى يبرمجوا ابنك يكون سهل برمجته. وإنه أنت إذا جبرته على نوع معين من ضمن 70 أو 80 قالب ممكن يكون هويته الجندرية منها، حسب وصفهم وإيصالهم الرسائل له، إنه أنت عمليا جبرته، أنت منعته من الحرية. هو ما مربوط بذكر أو أنثى، هو مربوط بأكثر من قالب ممكن يختار مثل ما بده. حتى قضية الهوية الجندرية، مجرد طرح إنه عندك 70 قالب، بصير الإنسان يفكر، معقول إنه أنا بالجسد الخطأ؟ هذا الأمر معقول إنه أنا جسد الأصل ما يكون هيك، أنا في جسد آخر؟ هذا أنت تتكلم على أطفال. وعمليا بعد ما يكبر الطفل، يصير عمره في سن المراهقة،
يصير عنده قضية التمرد. هذا قضية التمرد في هذا الوقت بيستغلوا انك انت حر وانه والديك والمجتمع عماله قاعد بيقنعك، فبيستغلوا قضية الحرية وهذا الانسان او هذا الشاب المراهق اللي عنده تمرد على اوامر والديه بصير يفكر وين حريتي، فبيزرعوا في قضية انه الحرية الجندرية، انه انت حر وعندك عدة قوالب وما انت مجبر باختيار قالب من القالبين اللي اوضع لك اياهم المجتمع والديك. طبعا هذا المراهق لما تحطه في هذا التشويش عنده تمرد على والديه وأوامرهم وتحطه انه عندك الهوية الجندرية عدة هويات، عندك فوق 70 و 98 هوية، فانت بتحطه في واقع في تشويش وتشتت، وبهذه اللحظة بتم السيطرة عليه بناء على مناهج التعليم والسوشال ميديا اللي بلاقي في هذه السوشال ميديا هي التعبير بحرية عن طريق هذه الوسائل. في هذا الوقت بتلاقي الشاب هذا مشتت وغير مركز، بلاقي مش عارف وين بده يروح، ابوه امه والديه عملهم بيجبروه على اموره وهو بده الحريه، فعنده هذا التشتيت فهو ضعيف. لازم انت تاخذ في هذه الحياه في ايد ابنك، انت ابنك لو اجى يقعد في السياره ما بتقبل انه يطلع في السياره لحاله، وهو صغير ابن 5 و6 و7 سنوات، وممكن انك تطلع معاه اذا بدك تركبه يسوق في السياره بطريقه معينه بعد ما يوصل 10 او 12 سنه، ما بالك انك تتركه بهذه الحياه يختار جنسه ويعمل عمليه تحول او يصير يحضر لناس متحولين. فهذه قضية السيارة وانه يسوق السيارة سأهون بكتير من قضية الهوية الجندرية والبنزرع في عائل ابنك في الإعلام وفي غيره، وخاصة بعد ما تسوى له غسل للدماغ عندما صار أكثر من 30% في المدارس في بريطانيا ما بيعرفوا عن أنفسهم بالذكر والأنثى، إنما بينقوا هوية جندرية تانية. وأكثر ناس بيكرهوهم أصحاب الدعوة للحرية الجندرية هو الناس المركزين، فهم بيركزوا على المراهقين في هذا الظل اللي عنده تشتت وعنده بذرة التمرد، فبيستغلوا بذرة التمرد حتى يتمرد على المجتمع ويتمرد على والديه ويتمرد حتى على دينه وأخلاقه. فهم أكثر شيء ناس بيكرهوهم هدول الناس، بيكرهوا الناس المركزين. فأنت كون من الناس المركزين، كون من اللي بتستمد قوتك من الله، كون أنت من الناس اللي بتستمد قوتك من رب العزة سبحانه وتعالى حتى تقدر تجابه، وانك تراقب مناهج التعليم اللي بيعطوها لأولادك، انك تراقب بالسوشال ميديا والابنك ايش بيقعد وبيحضر، انك تراقب كل حركة حواليك وتكون صاحب بصيرة مش مغطي عين ومفتح عين ومركز انه اكيد بدي اجيب لهم الاكل والشرب وخلصنا. فهذه المسؤولية مش مسؤولية اكل وشرب، هذه مسؤوليتك انك تمشي في هذا المركب حتى تاخذ أولادك وأبنائك وأمتك نحو بر الأمان حسب ما رب العالمين بده منك. طبعا هذا المحتوى هدفه مش يخوفك، هذا المحتوى هدفه يوعيك وتعرف إيش اللي بدور حواليك. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.